خير؟ نعم واجي، شو بك؟ بعد ما وصلت على البيت لوين لحقني؟ لي أكثر من نص ساعة ناطرك قدام الباب، ولو ما عندك احترام للمواعيد. أي مواعيد؟ الموعد اللي أخذه معك. أنت أخذ موعد معي؟ ليش بأمتين حضرتك بتاخذ موعد لتجي لعنا؟ ما كل يوم مشرفنا وبتاكل أكلاتنا كمان. بسيطة، مقبولة منك. شوفي خير، نعم. ماشي، اليوم أنا جاي أعمل معك خدمة. شو؟ أنت بدك تعمل معي خدمة؟ الله يستر. من شي يومين سمعت كارين عم بتقول إنه السجادة اللي بغرفة الضيوف وسخة كتير وبدها تنظيف. نعم؟ هلأ لحقتي لهون لتقلي إنه في عنا سجادة بدها تنظيف؟ شو جنات؟ طول بالك، خليني كمل. بقى امبارح كنت ماشي على الطريق، التقيت بصاحبي أخذ سجاداته على التنظيف. سألته لعند مين؟ قال لي إنه هيدا الزلمة كتير قدمي وأسعاره رخيصة. دغري فكرت فيكو، قلت لازم أخذ سجادتهم على التنظيف. مين قال لك إنه نحن بدنا ننظف سجادتنا؟ أعلم، بس أنا استنتجت. بعدين صدقني أسعاره رخيصة كتير. قداش يعني رخيصة؟ يعني بياخد على المتر شي $5. شو؟ $5؟ لا حبيبي، أنا بنظفها بإيدي أحسن. شو بيك دغري بتفوع بس تسمع بالمصاري؟ ولا يهمك، أنا رح أحكي معه وأنعه ياخد $2 بس. $2 بيمشي الحال. يلا، أنا رايح جيبها. لوين؟ طول بالك يا عمي لتجي كارين دلك ولحطتها. رح يجي هون على الزاوية. تعرف شو وجي؟ أوقات بحس حالي ساكن عندك ببيتك، لأنك بتعرف ببيتي أكثر ما أنا بعرف. يلا، مد إيدك على جيبتك. قديش بدك وجي؟ شو بيعرفني؟ شي $50. شو؟ لك شو بك يا عمي أنت وجي؟ شو هذا سعر فيكس بتضلك تقوله على لسانك؟ مما طلب منك شغلة بتقوله هيك $50؟ ليك فادي، إذا ما معك بليها، أنا بدفع له وبعدين باخذ منك. معي، طول بالك. يلا. $50 بسيطة، تفضل. وهيدي 50، تفضل. ليك وجي؟ خيي طب بلكي في حدا أرخص منه شوي. لك شكون ربك الزلم يعمل لي سعر. طب ليك؟ طب إذا سألنا حدا تاني بلكي يعني بينظفها أحسن منه. ولك هيدا أحسن زلمة بالمنطقة، أسعاره رخيصة كثير. طيب. ليك وجي؟ طب يا خيي منأجلها مش أحسن؟ لا مش أحسن. هلا بدي أخذها. تفضل. يلا انا بدي اروح وصل وياها. يعطيك العافيه. لك فادي، يعني من بعد اذنك في مجال استعمل التليفون لحظه؟ تكرم عينك، تفضل. ميرسي. اف، شو هالتهذيب اللي نزل عليك بفرض مره يا وجيه. الو، مرحبا، كيفك؟ معك وجيه. ولك وجيه ايه؟ ليك الغرض صار معي. ايه هلا. ولك هلا. ايه هلا. يلا انا صار بدي روح. بدي عزبك؟ يا ريت، كل هالعذابات مثل هالعذاب، ما الجار للجار. ايه انا هيدي الجمله يا وجيه بتنقذني والله. ليك فادي، بدي اقول لك شغله، يمكن السجاده بدها شي جمعه تقريبا لتخلص. بسيطه، جمعه، بس انتبه ها، خلينا نضيفها منيح. هيدي غاليه كثير وجيه، هيدي عجميه غاليه. لك هيدي غالية كتير على قلبي أنا. يلا باي. معقول وجيه بدو يعمل منيح؟ لك يلا، منيح اللي إجا وأخذ السجادة. هلا لما صلحها لكريم خبرها شو عملت. بقول لها أخذت السجادة على التنظيف أحلى ما أنت تقعدي تنظفيها وتتعذبي. يلا، كنا شي لقمة رح موت من الجوع. هلا بس تعرف شو رح تنبسط. شو بيك دخلك؟ ما من شي ساعة كنت عندك وقلت لي معكش تدفع لي ولا نقلي. مزبوط، مصاري ما في. مصاري عفيش، ولشو اتصلت فيي وقلت لي الغرض صار معي؟ مزبوط، الغرض صار معي. تفضل. شو هيدي؟ سجادي؟ صحيح، سجادي. والمين؟ لا لك معلم اخو. لي انا؟ رح خبرك بالقصة. لما فليت من عندي صرت اقول لحالي، منين بدي اجيب مصاري للمعلم مخول؟ منين بدي اجيب مصاري للمعلم مخول؟ فتذكرت انه انا لي مصاري مع شخص اشتغلت معه، فرحت لعنده وطلبته بالمصريات. قال لي انه مصاري ما في. قلت له لا، انا مضطر له، بدي اعطيه للمعلم مخول حبيب قلبي. الله يديمك. قال لي ليك، في هالسجاده العجميه، خذها ودبر حالك فيها. انا قلت لحالي عال احسن من بلاش. سجادة عجمية؟ فرجيني هالشو بيت هيدا. سجادة عجمية؟ سجادة عجمية باب أول. فرجيني غالي كتير، حقها أكتر بكتير من أجار 9 شهور. أخ، سجادة من تازي، بريمو. فشو رأيك معلم مخول تاخد هالسجادة بقيمة 9 شهور إلك يهم معي؟ فكرة من تازي، بريمو. يعني بفهم من حديثك إنه بيمشي الحال بسجادة.
اكيد بيمشي الحال، لانه اواجيه اللي بيأجر واحد مثل حكايتك بيصفي على الحصيري.